هنعمل جاتو شاتو طريقة سهلة وبسيطة ما بياخدش 3 دقايق في عمايله، وهو حاجة بسيطة جدا. تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. محتاجين كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن، ونص كوباية من الكاكاو الخام، وكوباية دقيق أبيض، وثلاث بيضات، وفانيليا، ومعلقة بيكنج باودر، ورشة ملح. دي المكونات اللي عندي. أول حاجة دي محتاجة لها خلاط فقط لا غير. خلاط هبدأ أخلط فيها كل المكونات بطريقة سهلة وبسيطة. هخلط أربع حاجات في الأول، اللي هما إيه؟ كوباية اللبن، كوباية السكر، وكوباية الزيت، والكاكاو. أم علي، أم آدم، أم آدم صباح الفل. زي بعض أم علي وأم آدم، كل سنة عسل. حبيبتي ربنا يخليهولك يا رب. ربنا يحفظك. الله يخليكي. الحمد لله تمام بخير. منورة والله. الله يخليكي، الله يخليكي حبيبتي. تسلمي عليا والله، يسلمي عليا ربنا يحفظك. الله يخليكي، الله يخليكي حبيبتي. تسلمي التليفون يعني بالنسبه لنا والله. ربنا يخليكي يا رب حبيبتي، ربنا يخليكي ودايما كده منوريني بتليفونكم. تسلمي لي والله، انت متالقه دايما والله. تسلمي حبيبتي، تسلمي والله، ده من ذوقك الجميل. يحسن ما بين ايديكي. الله يخليكي حبيبتي. معلش يا شيف، عايزه بس طريقه كنت عاملاها قبل كده انت حضرتك، اللي هي الفريسكا او اللي هي العجينه المحشيه عجوه. حاضر هنعملها. حاضر القرص الطريه قصدك؟ ايوه القرص الطريه. عينيا هنعملها الاسبوع اللي جاي، عشان طلبت مني كتير جدا. هنعملها ان شاء الله، هنعملها بعجوه وسيم. ماشي يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي، تسلمي. بصوا هنضرب السكر واللبن والزيت والكاكاو مع بعض. وبعد ما هنضربه كده هناخد منه كوباية، عارفين مج الشاي؟ هو قد مج الشاي طبعا، مش هحط دي كلها اهو. تمام. وعلى باقي المقدار اللي موجود هحط البيض، هحط الفانيليا، وهضرب. ايه بتقولي ايه؟ طيب وهنحط الدقيق، كوباية الدقيق على معلقة البيكنج باودر، وكله في الخلاط، وعلى طول على الصينية على درجة حرارة 180 شغال تحت بس. مفيش أسهل من كده. مدام أحلام صباح الفل. ايوه اسماء، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ اخبارك ايه يا حبيبه قلبي؟ بجد والله العظيم. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي. يا ستي كل سنه وانتم طيبين وحضرتك بخير ودايما كده. ورئيس القناه طيب، والعاملين كلهم فيها من اصغر واحد. الله يخليك، الله يخليكي. وحبيبه قلبي اسماء، تسلمي ودايما منورانا بتليفونك الجميل. والله العظيم انا بحبكم جدا. والله احنا اكتر. الله يخليك يا حبيبتي. طلعت ليكي ايه الحاجات الحلوه دي اسماء؟ ربنا يخليكي، تسلمي. تسلمي يا حبيبتي والله، ده من ذوقك يعني. والله حاجات في منتهى الجمال والله، من ذوقك ومن جمالك. بتبسطي الحاجه قوي يا اسماء. تسلمي يا حبيبتي يعني. ما هو ده المهم، ان احنا ندخل نعمل الحاجه بطريقه يعني بسيطه يعني. تعرفي ان انا بتفرج عليكي مرتين حبيبتي يعني. تسلمي والله، والله الكلام ده بيبسطني جدا يعني، مش قادره اوصف لك قد ايه. ربنا يكرمك يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي. طمنا عليكي. الله يخليك. وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه حبيبتي وبخير، ودايما يعني ودايما كده منورنا والله ومعانا. شكرا. والسنه الجايه كده برضو في عيد ميلاد القناه الاقي حضرتك بتكلمينا برضو ودايما كده معانا. والله ده القناه دي حاسه بتحكي كده بعيد. تسلمي. تسلمي يا حبيبتي يعني. تسلامي. حقيقي والله. تسلمي يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. شكرا. شكرا شكرا. بصوا الكيك بعد ما استوى، تسلمي يا مدام احلام الجميله والله العظيم، كلنا بنحبك هنا، بنستنى مكالمتك. بصوا اهو هنبدا بقى ايه، هقطعها زي الجاتو كده مثلثات اهو، هقطعها بالنص، وبعدين هقطعها اربع ارباع، وبعدين هبدا ان انا اقطعها بالشكل ده. هوريكوا بقى الكوبايه اللي احنا شلناها بتاعت الصوص، هوريكوا كمان من جوه عامله ازاي، وهشه بطريقه. ماشي خلصت.
بصوا بصوا من جوه، انا عايزه اوريكم بس، عارفين عامله زي الفادج. بصوا الجمال، طعمها فظيعه وهشه جدا تجنن. تمام، بعد بقى كده هنقوم عاملين ايه، جايبين عارفين الصوص اللي احنا حطيناه، هنبدا بقى ايه كل الكلام ده كده ننزله بالشكل ده ونسيبه كده. هجيب بس سباتلا انزل الشويه دول ونسيب كده الكيك يتشرب كل الصوص الحلو ده اهو. بعد ما قسمناها، انا بحب احط الصوص بعد ما نقسم الكيك بالشكل ده عشان تتشرب كمان من جوه اهو اهو. نحط كده، نبدا بقى ايه نسيبه كده ينزل على الاطراف بالشكل ده وينزل ما بين الكيك. بصوا شربوا بقى الكيك زي ما انتوا حابين، انا كمان بحب اشربه وهو سخن لان الصوص عندي بيبقى تقيل شويه زي ما انتوا شايفين، فهو سخن كمان بيتشرب بقى الكيك كله بيبقى جميل جدا اهو. تمام بالشكل ده اهو، تمام كده. يلا اسلام هات الحاجة بعد اذنك اهو كده. بصوا هبدأ بقى ايه افصلهم كده تاني بالشكل ده. هاتلي المارشميلو اللي انا هزين بيه اللي انا جايباه. يلا هات الحاجة يا اسلام خلاص وانا هكملها وهاتلي المارشميلو اهو. بصوا بقفل تاني كده، بتك تاني وقوم بقى مزينه باي حاجه انتوا حابينها، كل واحد ياخد قطعه الجاتوه بتاعته في منتهى الجمال. تعالوا كده نحط الحاجه هنا